شيء تاني، بالنسبة لليهود أو مواصفات المسيح، هو اللي بيبني الهيكل. تتذكروا في يوحنا أساءوا فهم المسيح، قال يسوع المسيح: انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام. هن عم يتكلموا عن هيكل اللي رمموا واللي جددوا هيرودس الملك، يعني تقريبا 46 سنة، وانت بتقول بتهدمه وبتبنيه ب3 أيام. هن بيفكروا بالطريقة الجسدية الجسدانية، لكن المسيح قصد هيكل نفسه. فإذا هيكل الله موجود في وسطنا، وإحنا ننظر إلى يسوع المسيح وأصبحنا في المسيح، والكتاب يدعونا هيكل الله أيضا.